ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهاردة هنتعلم حاجة انا بحبها جدا وببقى مبسوط وانا برسمها، اللي هي الجالكسي او المجرة. انا بحب الجالكسي لان هي الوانها جميلة وشكلها حلو، وانا بحب النجوم عامة وببقى مرتاح جدا وانا بتأمل فيها، وبحب الفضاء والحاجات دي كلها يعني عامة. بس قبل ما نبدأ الفيديو بعتذر لكم عن غيابي، انا بقالي 3 أسابيع ما بنزلش فيديوهات وده شيء غلط، فكان هو حصل ظروف وكان في لوحة كانت واخدة وقتي كله، في لوحة خدت مني 2 أسبوع. ان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو تايم لابس للرسم اللوحة دي. بس فهو ده، بس انا دلوقتي فضيت خلاص ما فيش ورايا حاجة. فان شاء الله هنزل لكم النهاردة 2، وبكرة هحاول انزل لكم فيديو، ولو في يوم ما نزلتش هنزل ان شاء الله الاسبوع ده فيديوهات، لان عندي فيديوهات كتيرة جدا بس ناقص اعمل لها المونتاج وانزلها. ف يعني الاسبوع الجاي هحاول انزل لكم فيديو كل يوم، وحاولوا يعني تساعدوني ان احنا نوصل لل 1000 مشترك. بس احنا النهاردة هنستعمل 3 الوان بس، اللي هما الازرق والاسود والفوشيا. هما دول الـ3 الوان اللي انا هستعملهم النهاردة، وهستخدم بدل اللزق اللي انا بستعمله اللي هو اللزق الورقي ده، هستعمل شريط لحام. شريط اللحام ما بيلزقش جامد في الورق، يعني مش بيبقى لزق جامد، علشان لما اشيله الورقة ما تتقطعش. فانتوا جربوا واللي يعجبكم تحسوا ان انتوا مرتاحين معاه وحاسين ان هو يعني مش بيلزق في الورق جامد، حنين على الورق ده، تمام اتعاملوا معاه ده هيبقى كويس عشان ما يقطع لكمش الورق بعد ما تخلصوا الرسمة والرسمة تبوظ. بنغطي الورقة بمية او بنبخها ببخاخ مية علشان لما نفرد الالوان تنتشر بسهولة. ده تكنيك اسمه الوات ان وات، ده بيساعد ان احنا اول لما نحط اللون ينتشر والالوان تندمج مع بعضها، وده تكنيك مهم في رسم الجالكسي علشان يطلع شكلها واقعي زي الحقيقة. اما بقى الالوان فبنوزعها بشكل عشوائي، يعني ما بيبقاش شكل معين، بس انا حبيت ان انا يعني احط الفوشيا في النص، بعد كده ادرج ما بين الفوشيا والازرق، اعمل درجة بنفسجي واوزع. بعد كده بره بقى على الاطراف نخلي اللون الغامق اللي هو اللون الاسود، هو ده اللي انا بمشي عليه لما باجي ارسم جالكسي. وانا النهاردة يعني هرسم طبقات كتيرة، يعني ممكن ارسم طبقتين، لان دي الالوان اللي معايا الوان البانز اللي هي بتبقى في علب مش الوان التيوبز. الجالكسي لازم تبقى الوان سايلة تيوبز او الوان جواش مثلا، فده بيخلي الالوان تفضل زاهية وتقيلة، وبتكون البيجمنت بتاعها كويس والفايبرنسي. لكن عشان انا هستعمل بنز، فبعد ما تنشف الطبقة الاولى هتبهت، فهحتاج احط طبقة تانية بعديها، ولازم نتأكد ان الطبقة الاولى نشفت تماما قبل ما نحط الطبقة التانية.
وبعد ما الطبقة الأولى ما نشفت هنوزع المية، هرش عليها مية، بعد كده نعمل الطبقة التانية. بما ان بقى مفيش كلام تاني عايز اقوله، فبما ان انا بني ادم رغاي فهقدر ارغي معاكو عادي يعني بدون اي حاجة، انا يعني مش هتكلم طبعا. فاحنا هنعمل نفس اللي عملناه في الاول، بس انا مش عايز اخلي الايه الفيديو كده يفضل ساكت، لان انا كنت بزهق لما اتفرج على الفيديوهات بتاعت ناس ساكته بتعملش حاجة غير ان هي حاطة ميوزك وبترسم بس. بس ف يعني كنت عايز اتكلم معاكم في مواضيع كتيره، يعني ان لو عايزين مثلا في حاجه معينه في دماغكم عايزين نعملها تكتبوا لي في الكومنتس تحت. برضو في التحديات عايزين نعملها، طالبين افكار فيديوهات، حاجه عايزين تتعلموها، لان انا الهدف الاول والاخير من القناه دي ان انا اعلمكم يعني مش اكتر. وياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تزوروا القناة بتاعتي، وتعملوا شير للفيديو مع صحابكم الفنانين وكده، لان اللايك بتاعكم والشير والحاجات دي بتشجعني، والكومنتات الحلوة اللي انتوا بتكتبوها لي بتشجعني ان انا اكمل وكده، بالذات ان انا محتوى تعليمي وفني اكتر، لان الناس في المحتويات التعليمية بتدور على لغة، حاجة، اي حاجة ليها علاقة بالدراسة، لكن قليلين قوي الناس اللي بتدور على محتوى فني، مش الفنانين مش كتار يعني وكده، انتوا فاهمين. بس فكنت محتاج دعمكم، وتابعوني على الانستجرام، انا بنزل صور الرسومات اللي انا برسمها على الانستجرام، وممكن بعمل اوقات بعمل لايف الستوريز حياتي اليومية بتبقى على الانستجرام، فياريت تتابعوني على الانستجرام. وبعد ما نشفت شوية، يعني هي وهي وسط مش هي ناشفة خالص، بنرش عليها بفرشة السنان، بحط لون ابيض جواش، وبفرك الفرشة كده وقت علشان تنطور لون ابيض يبقى يديني زي تأثير النجوم وكده، ده اسمه تأثير التناصر. ولما بتبقى مبلولة شوية بيبقى حلاوتها ان في حاجات بيبان كأن في نجوم قريبة ونجوم بعيدة وكده. بس بعد ما نشفت هشيل اللزق، يعني انا بحب الوقت لما اشيل اللزق وتطلع النتيجة، بيبقى في حوالين الرسمة فريم ابيض كده، وبتعكنين مثلا لو انا وانا بشيل لزق تقطع، بس الحمد لله اللزق ما تقطعش، بس شبك في الكرتونة اللي انا لزق عليها الرسمة. والنتيجة كانت كويسة، يعني اللون ما تسربش، مفيش الوان كتيرة تسربت جوه على الورقة زي ما في اللزق الابيض، ودي النتيجة. بس انا حابب ان انا اضيف لها شوية تفاصيل بالقلم الجل الابيض، يعني كده نجوم كبيرة، اشكال اللي هو النيزك ده او الشهاب مش عارف اسمه ايه، كنت فاشل في العلوم شكلي. بس وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ريت الفيديو يكون عجبكم، انا النتيجة عجبتني جدا، اول مرة ارسمها، يعني اول مرة رسمتها كنت صغير، بس النتيجة ما كانتش كده، كانت اوحش شوية، بس كانت حلوة كنت بحبها، لكن انا مبسوط من النتيجة دي وعجبني جدا، وعجبني التفصيل اللي انا ضفتها في الاخر.
ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وتابعوني على الانستغرام، واشوفكم في فيديو جديد.